السلام عليكم. اهلا، شلونكم اخويا؟ شلون الصحة؟ شلون صحة؟ اهلا وسهلا. شنو رايك بالسياح اللي يجون من بغداد هنا؟ ها؟ شنو رايك بالسياح اللي يجوك من بغداد هنا؟ ايه والله اهلا وسهلا. يعني شو تحب تقول لهم؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك على راسي. ما اقدر اضحك. شنو رايك بالسفرة هاي؟ كباب طيب. خدمتك حلوه. ايه وعلى الفاصوليا. ايه ما ماكوله. لا لا صدق كاظم صار له 5 ايام. ايه منهم على اريد منهم على ترجعني للبيت. مروت الله ومروتكم. ما تقبل ترجعك؟ لا والله ما تقبلهم على. زين شنو الاجراءات اللي راح نقدر نتخذها حتى نرجع؟ والله بلكي تشوفونهم على بلكي ترجعني للبيت ان شاء الله. راح توصل مناشده مالتك. اشكرك حبيب. حبيبي حبايب قلبي، رجعنا لكم من فلوق الجديد وحاليا متجهين الى مصيف بن جوين. بن جوين مو شباب؟ اي شباب. اي شباب. يبعد هذا الطريق طبعا هسه عن المكان اللي احنا بيه حوالي 75 كيلو. خلينا نفسي يشوفون الشباب. حبايب قلبه، اخيرا وصلنا الى مصيف بن جوين وحاليا راح نتغدى وبعدها راح نروح الى المصيف. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا الشاعر الكبير المتمكن المتمرس في مجال الشعر الشعبي الكبير ملك الابيات الشعريه، ملك الابيات الشعريه الاستاذ اسمك الفني صديقي سعد ابو الهسيس. سعد ابو الهسيس وصلت مو الفراء الثاني مقطوع ازرق استاذ سعد هسه ارتاح حتى الفاصوليا ماشي بضحك والله صلاه في البيت لا قلت لك حلوه وبعد ما تعيبك الله جرحك والمشاعر والقلب والروح لا تجيب الندم للملاعبك دعيت الله على فقدك بس ارد مفعول اقول له اسحب دعوته وبلكي تجيبه الله عليك الله عليك شنو هالاحساس والابداع جبت هيك وياي مشاعر جياشه اي لا فد شعر ارتجالي حاليا يعني اذا تقدر ترتجل حبيب الروح وياك الغالي قلت لك عمار من دونك عيش ولا اسوي لي ادبك كتر بالاربع روح عيش بدونك وعدك كامل شوف لهم عملت هذا وياك عودي احلف بالعباس هذا وياك اروح وارجع تمن اي تمن اي هاي اليومك بعد مضل هيك
هاي ظلتنا وعاد تمه اللي هو يقول عليكم كذب قال انا مرتاح الله يا راح البي الايات ذكرتني بس تمه اللي جاي والله حاول شيل عادي سولف لي شويه على انا احب سوالفك لا وخدمتك ايه ابو علي الفاصوليا ايه ما ماكوله لا صدق كاظم صار له 5 ايام ايه ابو المطعم مو ابو مصمت وما مدوع حتى شغل اغاني لما باع اليوم اي بعرقي اقول لك استاذ على بعرقي يا ايه اعرف بس على كيفك اضحك استاذ علاء هاي المقطوعه من الساعه اللي سمعتها مفرده بالمطعم شوي حسستني بالاعوان من قريتها الله هاي بها جيش وشرطه قصيده يعني قصيده من قصايدك قصايدي ما حافظ الاجواء جميله جدا حوالي قلبي نرجع للعزيز ريتشارد قال يا شنو الاجواء استاذ ريتشارد استاذ عمار اجواء جميله جدا وممتعه طبعا هاي بصحبتكم انتم والله بس احنا ناشد الحكومه العراقيه ان توفر لنا جبل يم ابو نواس اكيد طبعا يعني احنا هيك محرومين ماكو لا جبل يمنا لا شلال ليش شنو سببها؟ نحاول ناخذ جبل استعاره منكم يعني ماكو لا جبل لا شلال لا سيطر عليهم ما عندنا عم زين نحاول يعني احنا نطالب من الحكومه العراقيه بتوفير الجبال في بغداد ثانيه ان شاء الله كباب ماكو هواي كباب؟ شلون؟ ماكو انا اقول لك شلون راح نعالج نفسنا؟ هاي هاي المشكله لا والله زين ذاك من ذاك اللي عنده زين استاذ زيد مناشده اللي تريد تناشدها تحب تناشدها شوارع اسمه طلع شوارع مجاري شباب الاجواء كلش حلوه يعني رغم هو المصيف شوية بعيد عن سليمانية لك هاي شنو هاي تسرع عنا بعض عيني معنا قرآن قرآن دلوقتي شوفه ليش تبقى فيها ايه ذا فيها القوات نعم صغير لا يا بك قار بس هو الملحم جوحم انا احب ان يزرعون هيك اشوفها يزرعون شلون يطلع ايش يطلع كيف Thank you.
الاجواء تهبل بس القاع في قوات يمشي عليها. السلام عليكم. سلام حبيبي، شلونك كاكا؟ هذا ميك؟ ايه هذا جبلك. الله، وانا بخدمتك. وين احطك بعد؟ عيد لي هذا الموضوع. ايه هذا الماي. ايه وهذا الجبل. ايه نرجيله هسه تجيك. الله، وين اخليك بعد؟ خذ والعمر. يلا تونس لي. ماشي. اسوي لي هناك لا يا بيل، عشان شيء تدرو، عشان شيء تدرو. زينة كلها والترتيبات والشو السمك زينة عمي.
هذا ميوزيك جاب لنا خلصنا كل شيء ومتجهين حاليا الى مصيف موت. المصيف هذا موت يعني تدري شنو يعني موت حجي. الله عليك ضلعي ما في سكاني بس اليوم القعده شنو اليوم؟ اليوم في اي بي ولعن وافيكم بالقعده بالحدث ايضا بس حبايب قلبي وحاليا متجهين الى مصيف موت. مصيف موت طبعا مصيف يجنن راح نوصل له هسه وراح اوافيكم بالحدث والترتيبات هناك راح تصير. تحياتي للجميع مكانكم خالي كلش كلش خالي. هذول الشباب قبالنا ومتجهين للمصيف. يلا حبايب ان شاء الله اوصل وافيكم بالحدث. قلبه اخيرا وصلنا للمصيف. طبعا الاجواء كلش حلوه والهدوء البي بعد احلى. ما عليكم الصوت ما تنين تعبان كل شيء قد ما يعني مشينا هواي. راح اراويكم الوادي الكواده خريجي شاتك والشغل الزين السمك والشوي عاشت ايدك وهنا الشو الزين يعني السمك يعني السمك ذاك بعد عشر النار الشباب دا يغسلون بالسمك طبعاً أجواء الجنين حبايب قلبي هاي الأجواء الزينة ونانا ونانا الشو الزين لا شو زين حبايب قلبي يا ابي والله ما
وعلى صغير صيت حمار ايش ريد المي بشي يعني ما الفيزا ضرب وحسحه حقيقه ايش معنى يا اخي هاي همه لا هو تغير زيد حبايب قلبه حاليا الساعه بالسبعة ونص هذا مشكوك وحده ترى ثلاث اسمان هذه تبعد وقت خلصت ما حكيت موجوده ما طبيعه تنضرب ويا رحيم مني حي على الصلاه حبايب قلبه رجعنا هسه من المصيف ما احكيكم تعبنا كلش وهذا الطريق الرعب كله راح نعيده نفسه بس بالليل زين بس احنا على يعني على اعلى قمه بسليمانيه والدنيا ليل راح تشوفوا والدنيا ليل احنا فوق بالقمه على الجبل راجعين ودا تشوفون هندس خل طلع القمر جاي دارينا شويه تحياتي لكم السلام عليكم اخي العزيز. سلام اغاتي الف هلا مرحبا. شنو رايك بهاي الرحله؟ والله رحله ان شاء الله حلوه وطيبه والولد كله متونسوا ومع العلم يعني الاجواء حلوه وطيبه ويعني الشباب كله تونست ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله راح تعيد هاي السفره ان شاء الله؟ والله ان شاء الله يعني نسوي مراحل ان شاء الله. ان شاء الله خير. حبيبي مرحبا اخي. مرحبا حبيبي اهلا وسهلا. شلون الصحه؟ حبيبي الله يخليك. اولا الشاي زين؟ شاي كلش طيب. كاكا منو؟ ابو بكر على راسي والله. شباب هذا مطعم كاكا ابو بكر اذا تحبون تزوروه طبعا اكله كلش طيب. شنو رايك بالسفره؟ والله كلش حلوه انصح يعني الزوار يجون هنا كاكا ابو بكر شاي حلو مرتب طيب واجواء تخبل. كاكا ابو بكر السلام عليكم. اهلا شلونكم اخويا؟ شلون الصحه؟ شلون صحتك؟ اهلا وسهلا. شنو رايك بالسياح اللي يجون من بغداد هنا؟ ها؟ شنو رايك بالسياح اللي يجوك من بغداد هنا؟ اي والله اهلا وسهلا. يعني شو تحب تقول لهم؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك على راسي. الله يساعدك اخي. حبيبي اهلا وسهلا. شلون الصحه ان شاء الله مرتاح؟ ما اقدر اضحك لا بس شوية يلا السلام عليكم اخي. عليكم السلام حبيبي. شنو رايك بالسفرة هاي؟ كباب طيب.
لا استاذ علاء استاذ ايش ردت؟ هذا معارضنا ما يروح المدينه ماي. حبيبي الله يساعدك اخوي. حبيبي يساعدك. الاسم بالخير؟ الطهوة. شنو رايك بالسفره شلون كانت؟ والله كلش جميله حلوه، اجواء حلوه. شنو رايك بالاجواء اللي بسليمانيه؟ والله فول على العالم. يعني ان شاء الله ارتاح؟ ان شاء الله. راح تكرر هاي السفره عزيز؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي. السلام عليكم اخي العزيز. حبيبي شلون الصحه؟ زين الحمد لله. شنو رايك بالاجواء بمدينه سليمانيه؟ والله الاجواء حلوه ومريحه. بس عندنا مشكله واحده. ايش بي؟ ها قويه. اقف. السلام عليكم اخي العزيز. عليكم السلام ورحمه الله. شنو رايك برحلتك الى مدينه سليمانيه؟ والله رحله حلوه. نعم. وهالوجوه الطيبه. ايه. تونسنا والله حيل. راح تعيد هذه السفره ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله باسرع وقت. يعني يجي باكر 100 وياك. انا اتمنى العيد يتكرر بعد شهر ان شاء الله. استاذي انت بس بدون صح معي. السلام عليكم. انا احب اناشد. انا حبيت اناشد. ليش بس احنا باترينا مو زين؟ ليش بس احنا سيارتنا نشوفنا سياره عاليه وهاي باترينا قاعد؟ اخي لا تقدر تسوي لي لقاءات ويا اصدقائي. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. اوقف اوقف اوقف. شنو السبب؟ نيوك ابو محمد. ليش حد شباب احنا حتى بالمال ما يطببونا. الله يساعدك اخي. هلا حبيبي. شنو رايك بالسفره رحلتك الى مدينه سليمانيه؟ والله سفره كلش حلوه واجواء طبيعيه راح تعيد هاي السفره ان شاء الله؟ ان شاء الله. عندي بس منجي بالبراد وتصرف بنزين وباتريات. زين عندك مناشده تحب تناشده؟ اي والله اناشد الحكومه. ليش هيك اقول لهم؟ ليش هاي هي؟ اريد منه معلاه ترجعني للبيت. مروت الله ومروتكم. ما تقبل ترجع؟ لا والله ما تقبل معلاه. زين شنو الاجراءات اللي راح نقدر نتخذها حتى نرجع؟ والله بلك تشوفونا معلاه بلك ترجعني للبيت ان شاء الله. راح توصل مناشده مالتك. اشكرك حبيبي حبيبي.